اختبر معلوماتك الدينية، نقدم لكم 25 سؤال، كم ستجاوب على الأسئلة؟ إذا كانت المرة الأولى لك في القناة، اضغط اشتراك وفعل الجرس وعلق وقل كم سؤال عرفت. قناة نور المعرفة، أهلا وسهلا بكم في قناة نور المعرفة الإسلامية. أجب على الأسئلة وفي نهاية الفيديو سوف تعرف الأجوبة الصحيحة. السؤال الأول، متى فرضت الصلاة؟ هل ستعرف الجواب؟ إذا لم تكن تعرف الجواب، تابع الفيديو إلى النهاية وسوف تجد الجواب. السؤال الثاني، ما أول صلاة صلاها المسلمين اتجاه الكعبة بعد تحويل القبلة؟ هل عرفت الجواب؟ إذا كنت تعرف الجواب، علق لنا أسفل الفيديو. السؤال الثالث، ما هو الرباط؟ السؤال الرابع، لماذا سميت الصلاة المفروضة صلاة؟ هذا السؤال قد يكون صعبا للبعض، فعليك اتباع الفيديو إلى النهاية حتى تعرف الجواب الصحيح. السؤال الخامس، ما المقصود بالصلاة الوسطى؟ كثيرا ما نسمع هذا الاسم ولكن لا نعرف ما هو الجواب، لذا عليك أن تتابع الفيديو إلى النهاية. السؤال السادس، ما أول صلاة فرضت على الرسول صلى الله عليه وسلم؟ السؤال السابع، هل يجوز أن يؤم شخص متيمم متوضيا؟ السؤال الثامن، ما أول شيء فرض على النبي صلى الله عليه وسلم من شرائع الإسلام؟ السؤال التاسع، ما هي شروط الصلاة؟ سؤال يجب عليك معرفة جوابه. السؤال العاشر، في أي صلاة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ سورة الإنسان؟ السؤال الحداشر، ما المقصود بالافتراش في الصلاة؟ السؤال الاتناشر، ما هو عماد الدين الإسلامي؟ السؤال 13، ما تقول في مصلى قرأ الفاتحة مرتين قبل الركوع وبعده متعمدا ذاكرا وصحت صلاته؟ السؤال 14، ما حكم الصلاة على الميت؟
قد لا يعرف البعض حكم صلاة الجنازة، تابع الفيديو للنهاية حتى تعرف. السؤال 15، ما هو أول عمل يسأل عنه المرء يوم القيامة؟ السؤال 16، سمى الله عبادة عظيمة في سورة البقرة إيمانا، فقال الله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم، فما هذه العبادة؟ السؤال 17، ما هي الصلاة التي يركع فيها المصلي 4 مرات ويسجد 4 مرات؟ السؤال 18، ما أفضل الصلاة بعد الفريضة؟ السؤال 19، ركن من أركان الإسلام فرضه الله على النبي صلى الله عليه وسلم في السماء ليلة الإسراء والمعراج، فما هو؟ السؤال 20، كم عدد الصلوات التي فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الأمر؟ السؤال 21، نبي عندما سأل النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا فرض ربك عليك وعلى أمتك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: 50 صلاة. فقال له: رجع لربك واسأله التخفيف، فمن هو النبي؟ السؤال 22، كم ركعة صلاها النبي عندما فتح مكة؟ السؤال 23، ما الصلاة التي صلاها الرسول صلى الله عليه وسلم يوم أحد قاعدا من أثر الجروح؟ تعرض النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الغزوة لجروح كثيرة، فصلى قاعدا بسبب تلك الجروح. السؤال 24، رجل قادر بالغ عاقل صلى ولم يسجد في صلاته سجدة واحدة متعمدا وصحت صلاته ولم يؤمر بالإعادة، السؤال 25 والأخير، ما الفريضة التي فرضت في السماء؟ إعداد وتقديم قناة نور المعرفة، فكم سؤالا أجبت على ما قد قدمناه لك من ذلك الأسئلة؟ نقدم لكم سؤال وجواب في الدين الإسلامي بتشجيعكم لنا إن شاء الله نقدم موسوعة أسئلة، وإليكم الأجوبة لتعرف كم سؤالا أجبت عليه صحيحا. جواب السؤال الأول، فرضت الصلاة ليلة الإسراء والمعراج في السماء وكانت في بداية الأمر 50 صلاة. جواب السؤال الثاني، أول صلاة صلاها المسلمين اتجاه الكعبة بعد تحويل القبلة هي صلاة العصر. جواب السؤال الثالث، الرباط هو انتظار الصلاة بعد الصلاة أو الصلاة إلى الصلاة. جواب السؤال الرابع،
سبب تسمية الصلاة المفروضة صلاة؟ قال ابن جرير: وأرى أن الصلاة المفروضة سميت صلاة لأن المصلى يتعرض لاستجاح طلبته من ثواب الله بعلمه مع ما يسأل ربه من حاجاته. جواب السؤال الخامس: الصلاة الوسطى هي صلاة العصر. جواب السؤال السادس: أول صلاة فرضت على الرسول هي صلاة الظهر. هل كنت تعرف هذه الأجوبة؟ جواب السؤال السابع: يجوز أن يؤم شخص متيمم متوضئا لأن كل منهما قد صلى بطهارة مأذون بها. السؤال الثامن: أول شيء فرض على النبي صلى الله عليه وسلم من شرائع الإسلام هي الصلاة. جواب السؤال التاسع: شروط الصلاة التي لا يعرفها كثيرا هي الإسلام والعقل والتمييز ورفع الحدث وإزالة النجاسة وستر العورة ودخول الوقت واستقبال القبلة والنية. جواب السؤال العاشر: في أي صلاة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بسورة الإنسان فجر يوم الجمعة؟ جواب السؤال الحداشر: الافتراش أو صفة الافتراش في الصلاة هي الجلوس على الرجل اليسرى ونصب الأخرى بين السجدتين في التشهد الأول في الصلاة. جواب السؤال الاتناشر: عمود الدين أو عماد الدين الإسلامي هو الصلاة. جواب السؤال التلاتاشر: ما تقول في مصلى قرأ الفاتحة مرتين قبل الركوع وبعده متعمدا ذاكرا وصحت صلاته؟ هذا في صلاة الخسوف والكسوف، فإنه يكبر ثم يقرأ الفاتحة وما تيسر ثم يركع ثم يرفع ويقرأ الفاتحة وما تيسر مرة ثانية ثم يركع ويسجد. جواب السؤال الـ14: حكم الصلاة على الميت أو حكم صلاة الجنازة فرض كفاية، إذا فعله البعض سقط الإثم عن الباقين. جواب السؤال الـ15: أول عمل يسأل عنه المرء يوم القيامة هو الصلاة. جواب السؤال الـ16: العبادة العظيمة التي سماها الله إيمانا في سورة البقرة هي الصلاة. جواب السؤال الـ17: الصلاة التي يركع فيها المصلي 4 مرات ويسجد 4 مرات هي صلاة الخسوف والكسوف. جواب السؤال الـ18: أفضل الصلاة بعد الفريضة قيام الليل. أتى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي الصلاة أفضل بعد المكتوبة؟ قال: الصلاة في جوف الليل. جواب السؤال الـ19: ركن من أركان الإسلام فرضه الله على النبي في السماء ليلة الإسراء والمعراج هي الصلاة. جواب السؤال الـ20: عدد الصلوات التي فرضت على النبي في بداية الأمر 50 صلاة في اليوم والليلة. جواب السؤال الـ21: سيدنا موسى عليه السلام عندما سأل النبي: ماذا فرض ربك عليك وعلى أمتك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: 50 صلاة. فقال له النبي: ارجع لربك واسأله التخفيف. جواب السؤال الـ22: لما دخل الرسول صلى الله عليه وسلم مكة بعد فتحها اغتسل وصلى 8 ركعات وذلك ضحى، فقال بعضهم: هذه صلاة الضحى، وقال آخرون: بل هي صلاة الفتح، فاستحبوا للإمام أن يصلي تلك الصلاة. جواب السؤال الـ23: الصلاة التي صلاها الرسول صلى الله عليه وسلم قاعدا من أثر الجروح يوم وحط هي صلاة الظهر. جواب السؤال الـ24: رجل قادر بالغ عاقل صلى ولم يسجد في صلاته سجدة واحدة متعمدا وصحت صلاته هي صلاة الجنازة. جواب السؤال الأخير الـ25: الفريضة التي فرضت في السماء هي الصلاة. كم سؤالا أجبت؟ نرجو أن تعلق أسفل الفيديو. إذا كانت هي المرة الأولى لك في القناة فاشترك وفعل الجرس كي يصلك كل ما هو جديد، ولا تنسانا من الدعاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.